قام وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي بجولة تفقدية لمكان حادث سقوط شدة معدنية مؤقتة وضعتها إحدى الشركات في طريق جاسم الخرافي مقابل نادي الرماية لحماية الطريق أثناء تمديد خطوط الكهرباء، وذلك نتيجة الرياح القوية وحالة الطقس المتقلبة التي تتعرض لها البلاد حالياً. صار حادث سقالة موجودة على الدائري السادس، مركبينها طبعا هالسقالات كانت راكبة على أساس في معالجة لخط الضغط العالي الكهرباء، وكانت تحتاج إلى صيانة وتبديل هذه الخطوط أثناء عمل جسور للمنطقة الواصلة بين الدائري السادس ووصلة الدوحة. نتيجة للرياح السريعة قلبت إحدى هذه السقالات، ومما نتج عنها تسكير الدائري السادس باتجاه الجهراء، ولله الحمد قدر ولطف لم تكن هناك أي إصابات ولم تكن هناك حوادث، ولكن صار هناك تسكير للطريق. وأتقدم بالشكر لإدارة عامة الإطفاء ووزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والأشغال والطرق على سرعة تجاوبهم والاستجابة لإزالة هذه العوائق والإسقالة، ونتمنى السلام للجميع. ويعني الحمد لله قدر ولطف، ويعني لم تكن هناك إصابات.